Jesus, Jesus, já parece que vazei nebulho. A fervor sineiro na fareiro. A chupteneiro fafteço e naftito tene fenten chari etano. Sain sofono, alentiro no fopos. Ente fareiro, campai sua, fai no meu tiro e teve non. Kherini ben jabiban dukratur, fes penuti. Ni fesef noti vivan dukrator Fiu tenden sho isu penuti uben sotir Isu Os pechere isu يا رب من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إن احنا رب نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسن كل تجربة كل فعل الشيطان ومرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخافين والظاهرين انزعها عنا عن سائر شعبك عن هذه الكنيسة عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب على كل قوات العالم يا ليسون تنوش تنبيوت نفشي إيرين أم ببن أف مسواد إترياس سواب نوموسيوس شيرتي إياك أمتني أنجلوس شيرتي بارسيلوس إطاس مدين سوتير شيراني مرين إياتي تشرمبي انفيات واب شرمي خوي البنشت نارشي انجلو شر غبريل بصوت بفايش النوفي شر نشير بي يمشير نسير بي شر نتغمطير نيبورانيون شر يو أني اس بنشت امبرو قدر موس شير بي او بسنجني سنمان وإيه شير نشوي سنيو وتي ام ابو اوستولوس سير نماسي تي سنتي بن شوي سيسس بخستوس شير نقو بما اردرو وشير بي اف ام جي الستيس شير بي ابوستولوس افا مركوس بثي اوريموس شيرستي فلو قص بيشو أرب ما أرتيروس شيري بي أرشيز يكونو إتاز ما أوت شيري نفقو بما أرتيرو وشيري بي شوي جنجي أهني أوس شيري بي أصلو بوروس نشي سفورو بارجو يزويلو باتي مرطوريوس أفا من أنتني ربي أبيوس كيري أبنو يتنّي بزفياً تاتي ثوتو قوس قوة أبارية شو يصار كي موطن بكو إبول انتان النوفي أثر نهو سيرو أقنم بك يوتم أغصوص من ببنف ما إسواب يبقى أكسوتي مول نايلو
يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب مرضى شعبك يا رب ارحم. تعهدهم بالمراحم والرأفات فيهم. انزع عنهم عنا كل مرض وكل سقم روح الامراض اطرده. الذين اخطاوا مطروحين في الامراض اقموا معزيهم المعذبين. ولجهة الارواح النجس اعتقكم جميعا الذين في السجون او المطابق او الذين في النفي او السبي او المقبوض عليهم في عبودية النور. يا رب اعتقهم جميعا وارحمهم لانك انت الذي تحل المربوطين. تقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء. معين من ليس له معين. عزاء صغيري القلوب ميناء الذين في العاصف. كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها أعطها رب رحمة ثانية. أعطها برود أعطها نعمة أعطها معون أعطاها غفران خطاياها وأسامها. ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفها والتي لأجسادنا عافها. أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصي. أمين يا رب ارحم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب أبائنا وإخوتنا المسافرين. يا رب ارحم. الذين يدمرون السفر في كل مكان سهل طرقهم اجمعين. ان كان في البحار او الانهار او البحيرات او الطرق المسلوكه او السالكين بكل نوع كل احد بكل موضع ردهم الى ميناء الخلاص. تفضل اصحبهم في الاقلاع واصحبهم في المسير. ردهم الى ذويهم بالفرح فرحين وبالعافيه معافين. اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. ونحن ايضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضره ولا عاصف ولا قلق الى الانقاذ. امين يا رب ارحم. فنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك أيها الرب الملك على السماوات. يا الله الآب الضابط الكل والرب الإبن الواحد وحده يسوع المسيح والروح القدس. أيها الرب الإله حمل الله ابن الآب رافع خطية العالم ارحمنا. يا حامل خطية العالم اقبل طلبتنا إليك. أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا. أنت وحدك القدوس أنت وحدك العلي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا لله الآب أمين. أباركك كل يوم وأسبح اسمك القدوس من الآن وإلى الأبد. منذ الليل روح تبكر إليك يا إله لأن عمرك أنوار على الأرض. كنت أتلف طرقك لأنك صرت لي معينا. باكرا يا رب تسمع صوتي بالغداء أقف أمامك وتراني. ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت يا من ولد من العذراء. ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت يا من صلب عنا. ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت يا من قام من بين الاموات وصعد الى السماوات. ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدور كلها امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا. يا رب اغفر لنا اسهامنا. يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفهم من اجل اسمك القدوس. ابائنا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم وارحها. يا من هو بلا خطيئة رب ارحمنا. يا من بلا خطيئة رب عنا قلت طلبتنا إليك لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
خم بي خريستوس يسوس بين شوي سمين الليلو يا شيرين تنتي مروس يا سوا بس من اوتم برسين سيني بنتي مس نوت اسمع بين بي خريستوس انا هو انت انا برز في هابي شيري ام من ريت انت في كان النوب يلاني فور شيري سي تسمي سينا نم بي اوين ان طايف مي بي خريستوس بين نوت تي برسين وسي سوا ما تي هو شي سير يقول انت فراني بشي سي انت في كان النوب يلاني فور تي برسين وس مريم تي سي اوتو كو سي سوا تي بروستاتس اتن هوت انت بجنو سنتيتي مترومي هر بنت فافين هري يقول نهرين بخريستوس في طارق فوبوس انت في روتان بفور انت النوفي شيرين يوتي برسينو ستورو مينا لي سيني شيرب شوشون تي بنجنو سريك فونان نمانو ايل انت واري بمبيت ابروستاتس اتنوت نهرين بنشوشس بخريستوس في كان النوفي نوني فور اونيات انسو مارياتي صافي وين سمنتي مايس نوتي نسكيني بيوم ابنو ماتي كون ببشالن كاسا روسي ايتاس مسخن بنكاهي اواج فيرينا نيفولن اوكر بوسن تي ببنف ما بيمن من بارك ليتون في طفي جنب شيريج نمون تبي اردنيس كتب طيبو سنوي تيرون بي قارتي اما بن سو اس اس نو في نان انتهرين انت بنوتي نيتا شو بي شن رومي ان سو يوتن البي شروم بشال نو اتياري نيم بينا ان انا ربي خروف خنت نجي ايتي فاي بي سوس بي ميس فول خين فيو طف مس في نون فرن خيتي اف ار بن جينوس ان رمي فاي غار مار انت او اوف ايفول خن بن هيت ان شرب من سوسون خن بن كلاس نو شيفولينغو اموس ابن شوش بخريستوس مثمي ونكر خيتي نو فينتك مس واب اف تي زوكسر جي جانك انت واري بمبيت ابروستات اتنو طير بشوش بخريستوس تفكان النوفي نوني فول اوكي اذا رابح الانسان العالم كله وكسر نفسه فما هي هذه الحياه الباطله أفامينا سمع الصوت الإله وسمعنا العالم كله هو مكدوه الباطل وبز النفس للموت وجسد للنار وقبل عذابات عظيمة من أجل ابن الله الحي هذا رفع مخلصنا إلى ملكوته وأعطاه الخيرات التي لم ترها عين شيرينك ومرتيرو شيري بشي جنجني وشيري بيأصلو فروس بيأجي وصابا مينة طبيب بشي سريقون بيصلو فروس مارتيروس بياجي وصابا من انت في كان النوبي ناني بول انت صابي حكيم يا بنو بالنهيسي من رفضة وفاتك صرت حيبا للسيد ترك عنه العالم كله طالبا السمائيات وحمل صليبه ورابح العالم لما علقوه من قدميه ورأسه على أسفل على صار المركب لم يتزعزع وثبت قلبه صار منارة ذهبية في ديار المؤمنين القوي القديس أبنوب الذي تحمل العذاب كسرنا لمر جهاده هو إيمانه والثابت اعترفوا بألن إلهنا هو يسوع المبارك ونالوا معه كليل الشهادة غير المضمحل من قبل إيمانهم المستقيم بربنا يسوع المسيح سلام لك يا شهيد ربنا يسوع المسيح سلم الشجاع البطال أبنوا بالنهسي طلب من الرب عنا أيها الشهيد المجاهد القديس أبنوا بالنهسي ليغفر لنا خطايانا شو بين صور اسم سوكن خدمت شي صوت رنخيت وطيم سرنت صوت وكوسن ثون برسين خنسين فين بين صوتي رنا غصوص انتفقولي النايخي سيفولار وانتفسي مننا ننتبهيري ارينيوتي برسين سيرو من اهلي سينية شيري بشوشم تي بنجين سريك ونانا امانو اير تنتي هو اري بن مبئوتي ابروستاتيس ايتن هوت نارين بن شيسوس بيا خريستوس انتفكان النوفي نانيفول نعظمك يا ام النور الحقيقة يدك فاق تنتي سويت اللي يعني كلت المخلص العالم لنا مخلص العالم تخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا المسيح حق للرسل كثير الشهادات الليلة الصدقين سمات الكنائس القرآن المطايا وبشر بالسلوس القدوس الله واحد نزل الله ومجد يا رب الحمير يا رب الحمير يا رب ذلك أمين بالحقيقة في نوع من بإله نواح الله لا يطلب طالك السماء والأرض ما يرى ما لا يرونهم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الدهور نور من نور لحق من لحق لما كبر قام بالموت في اليوم الثالث كان في كتب الصادة للسموات وجلس على النبي أيضا يأتي في مجدي الذين أحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نوم بروح القدس رب محمد صلى الله عليه وسلم له مجده مع الآب والابن النطق في أنباب كنيسة واحدة مقدسة جميع رسولية ونعترف مع مدى الخطايا وننتظر قيامة الأموات العظمية تنقش تفول خايت انتي أناستاسي سنتيني رف موت نمبي اون خنتي بي او اون اثني او
سيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم، فطوب لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع نعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك. يا رب يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكر في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نصدى إليك أيها الرب إلهنا، الذين صبغوا فرقد يا رب ليحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. فصوم الإنجيل معلمنا ما غلوق الإنجيل البشير التلميذ الطاهر بركات على جميعنا من مذامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا آمين. وليفرح قلب الذين يلتمسون الرب، ابتغوا الرب واعتزوا، اطلبوا وجهه في كل حين. هللويا. نأتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والحرير وهو يتنعم في كل يوم مترفهان، وكان أيضا مسكين اسمه لعاذر مطروحا عند بابه مضروبا بالجروح ويشتهي أن يملأ بطنه من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس جروحه
فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفنا، فرفع عينيه وهو في الجحيم في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني وارسلني لعازر ليبل طرف أصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. فقال له إبراهيم: يا ابني إنك أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك، كذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب، وفوق كل هذا توجد بيننا وبينكم هوة ثابتة عظيمة، حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من عندكم أن يعبروا إلينا. فقال: أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة، حتى أشهد لهم لكي لا يأتهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. فقال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء فليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. والمجد لله دائما، فلنسجد لمخلصنا محب البشر الصالح لأنه ترأف علينا. آتى وخلصنا جيفز مروت جيبيوت مبشيرين ببن وماي سواب تترياس الجيك بولتنوش تموس تنتيون. الذي في السماوات قدس اسمك، ليات ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. خم بي خريستوس يسوس بن شويس وسكيف الله سيونتك لناتي إنو بيون سكيري بوس خمين سدو آمين إيري نفاسي كتب نبماتي سو. يا سيد ربي يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل الألام وخلص المحيا الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين والرسل، قال لهم: اقبلوا روح القدس من غفرتم لهم خطايا وغفرت لهم ومسكتم على ومسكت أنت الآن يا سيدنا نعمت الذين يعملون في الكهنوت في كنيستهم المقدسة في كل زمان أن يغفروا الخطايا على الأرض ويحلوا وربطوا كل رباطات الظلم. الآن أيضا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي هؤلاء منحنين برؤوسنا أمام مجدك، ارزقنا رحمتك، اقطع عنا كل رباطات خطايانا. كنا قد أخطأنا ليك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب، سواء كان بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب، إذ أنت العارف بضعف البشر كصالح محب البشر. اللهم انعم لنا بغفران خطايانا، باركنا، أمين. طهرنا، أمين. حالنا حال سائر شعبك، املأنا من خوفك، قومنا إلى إرادتك المقدسة الصالحة، لأنك أنت هو إلهنا والمجد والكرامة والعزة والسجود. قليل بك مع بك الصالح والروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها، أمين. سموني موي مفيارو ماري بكناين امتكيريني وين صبتن بيكلاو ستي امونونا ينان كرياليسون فلوغي سونا مين اسموي روي اسموي روي استيمي تاني اكوني والقويم بيسمو امين بخريستوس بالنوت امين اس ايشو يا ملك السلام اعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والبركة والعزة الأبد أمين. اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. بشوي اثنينان بشوي اثنينان صلاة الساعة الثالثة من النهار المبارك، قد المسيح ملك وله وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير وتلاتيل معلمنا داود النبي الملك بركاته علينا أمين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك. بسم الله يعقوب يرد نفسه يا جميعا. زكساس يوسمون قدوس 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 فصل بشارة الإنجيل معلمنا ماري وحنا البشيرة المستار بركاته علينا أمين. ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا تزع سمعتم مني قلت لكم أن عمد ثم يأتي إليكم، لو كنتم تحبون لكم تفرحون للم دار لأبنى أعظم مني، وقد قلت لكم لأن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون، لست أكلمون كلاما كثيرا بعد، لأن ليس هذا عالم يأتي وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أنه يحب أبي وكما وصنع أبي كذا فعل، قوم ننطلق من هنا نعود كما الحقيقة والكرام كل غصن فيه لا يأتي بصمر يقطعه، وكل ما يأتي بصمر نقيل يأتي بصمر الأكثر، وأنتم من قبل أن قيام لجل الكلام الذي كلمتكم به إثباته فيه أيضا فيكم المجد الذي نرده تم قول الله بسلامة أشتمك بخريستوس نبكيوتنا رسوس نببنا ما يسواب جاك يكسوت إمونا ينان روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، بل جددوا في أحشائنا قلبا نقيا، اخلق فيا يا الله روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن جددوا في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح المستقيما محييا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. آمين. 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 يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أياتها المملوءة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا، مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا. كنين كأي كيستوس إيوناستون إيونون آمين. أيها الملك السماء معز روح الحق الحاضر في كل مكان والملائكة كل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس يا الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. كنين كأي كيستوس إيوناستون إيونون آمين. إذ ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتح لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا اغفر لنا خطايانا الكثيرة أمين. كريليسون
ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون قدوس 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 رب الصلاة والسلام على الأرض ملوئتين ارحمنا يا الله لا بالضابط الكل يا سرس قدوس رب الأقوات كن معنا فينا وليس لنا وعين في شديدنا وضيقتنا سواك حلو النائب معرفة وغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفره لنا مجلس القدوس كرحمتك يا رب وليس خطيان أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيتك كما في السماء كذلك على الخبز الذي الغد أعطينا اليوم كما نحن لكن نجينا من الشرير بالمسيح ربك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين بشوي صنينان بشوي صنينان امين الليل يا دك سابت ريك ايوك اجب من ماتك انك ايك استوسي ونستون امين صلاة الساعة السادسة والتاسعة من النهار البارك قدم نسيح ملك الله وارجو ان يغفر لي خطاياي من مزامير 30 معلمنا داود النبي الملك بركاته علينا امين أصرخ إلى الله العلي السلام السماء لقصاص يوسف قدوس 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 فصل بشارة الإنجيل معلمنا مرمت البشير التلميذ الطار بركاته علينا أمين فلما أبصرت وعندما جلس تقدم إليه تلاميذ فتح الفاو عليهم قائلا توبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات توبى للحزان لأنهم يتعزون توبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض توبى للجياع والعطاشين لأنهم يشبعون توبى للرحماء لأنهم يرحمون توبى لأنكياء القلب لأنهم يعينون الله توبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله توبى للمطرودين من أجل البر لأن لو ملكوت السماوات توبى لكم استردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر الكاذبين افرحوا تعالى لأن أجلكم عظيم في السماوات فإنما هكذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد شيء الا ان يطرح خارج مددوس الناس انتم نور العالم لا يمكن ان تخفى مدينه كائن على جبل ولا يكون نور سراج ويدعون تحت المكيال بل يدعون على المناره فيدل كل من في البيت هكذا فليدع نوركم قدام الناس لكي يرى اعمالكم الصالحه فيمجد اباكم الذي في السماوات والمجد الذي أجد الله دائما أبدين أمين لتم قول الله بسلامة أشتمك بخريستوس نبكيوتنا غصوص نبنى ما يسواب جيئك يكسوتي من نين آنية من في اليوم السادس في الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس مزق سك خطايانا أيها المسيح إلهنا وخلصنا أنا صرخت إلى الله والرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت ظهر كلامي أقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشبة حيت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحية بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من تياش الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكر أحكامك السمائية كرأفتي كينين كيعيك استوسيون استونيون آمين ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل قصرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي يريد منك يا والدة الإله العذراء لأن كثيرة هي شفاعاتك
قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطى من شفاعاتك عند الذي ولد منك، لأنه رحم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجنا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. كينيك أي كيستوس يونس تونيون. آمين. دوكسي بتريكي يوكي أجي يبني كنين كأي كيستوس يونس تونيون. آمين. قدوس الله قدوس القول قدوس الحال الذي لا يموت، يا من ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحال الذي لا يموت، يا من صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحال الذي لا يموت، يا من قام من بين الاموات وصعد الى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيه من اجل اسمك القدوس. ابائنا واخواتنا الذين ركضوا يا رب ناحي نفوسهم وارحها. يا من هو بلا خطيئة يا رب ارحمنا، يا من بلا خطيئة يا رب عنا وارت البطن اليك، لان لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. بان الذي في السماوات قدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوى والمجد الى الابد. امين. السلام لك نسالك ايتها القديسه الممتلئه مجدا العذراء كل حين، والده الاله ام المسيح، اسعد صلواتنا الى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي وهبت لنا النور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديس. اسال الرب عنا ليصنع رحمه مع انفسنا ويغفر لنا خطايانا. ايتها العذراء مريم والده الاله القديسه الشفيعه الامينه لجنس البشريه، اشفع فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك ايتها العذراء الملكه الحقيقيه الحقانيه، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسالك اذكرينا ايتها الشفيعه المؤتمنه امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. امين. دوكسوسيوس قدوس 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 فاسم شاره الانجيل معلمنا مرلوخ البشيره المستار بركاته علينا. امين. ولما رجع الرسل حدثوا ما فعلوا فأخذهم معه ودخلهم في مدينة سام بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطأوا ملكوت الله والمحتاجين للشفاء شفاء. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إلى الاثناشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هنا في موضع قفر. فقال له أعطوهم أنتم لأكلوا. فقالوا له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكوا في كل موضع 50 50، ففعلوا هكذا وأتكوهم أجمعين. فأخذ 5 خبزات وسمكتين ونظر إلى السماء وبركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا من فضل عنهم 12 كفة مملوءة والمجد والمجد له دائما ابدين. امين. لما قال الله بسلام تشتمك بخريستوس من بكيوتنا غصوص بابن ما يسوع بجاك يكسوت امون نينال. يا رب يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعه 9 من اجلنا نحن الخطاة امد حواسنا الجسمانيه ايها المسيح الهنا ونجنا. فليدن توسلي قدامك يا رب وقولك فهمني لتدخل طلبتي الى حضرتك ككلمتك احيني. سابتريك ايوك اضيع بنغماتي. يا من سلم الروح في يدي الاب عندما علقت على الصليب في وقت الساعه 9 وهديت اللص المصلوب معك للدخول الى الفردوس، لا تغفل عني ايها الصالح ولا ترزني انا الضال.
بل قدس نفسي واضي فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيا غير الميتة، لكيما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور، مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموتى بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، أظهر محبتك للبشر أيها الصالح واقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي يا مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر، لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك لأجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك يعقوب إسرائيل قديسك. آنينك يا إيكستوس إيوناستون إيونون آمين. لوك سابتري كيوك يا جيوب نفماتي. يا من قبل لي اعترف لص على الصليب بنا لك صارت نحن نستوجبين حكم الموت من اجل خطايانا، نقر بخطايانا مع معترفين بالوهيتك ونصرف مع جميعا، اذكرني يا رب ما تجد في ملكوتك. كينين كي كيستوس ايونستون ايونون امين. عندما نظرت الوالد الحمل والراه مخلص العالم على الصليب معلقا قالت ويا باكيا، اما العالم فافرح خلاص، اما احشائي فتلتاب عند نظر سربوتك لنصبر اليه من اجل كل ابني والهي. عظيمك يا أم النور الحقيقة ومجيدك يا العذراء القديسة وليدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس فران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، واحد مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاد صلبونت وتألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين. كيرياليسون 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 يا رب ارحم كيرياليسون كيرياليسون
Kyrie evlogison, kudus, 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 Rabbi Sabaoth, السماء والأرض مملوءتين مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله إله بالضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا, أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب لا القوة تكون معنا فإنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا على أنسياتنا التي صنعنا بإرادتنا صنعنا بغير إرادتنا ادفعنا بمعرفة وادفعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطيئنا. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. سلام ولك نسلم. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصدقين وارحم الخطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع أحد داعي الكل إلى الخلاص لأجل معرض بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة سهل حياتنا ارشدنا للعمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القدسين لكي نكون بمعسكرين محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك من الآن وإلى الأبد آمين. كاثوليك نافستوليك إكليسيان تفنوت يامين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي يا إن فكر الإنسان يعترف لك يا رب وبقية الفكر تعيد لك الذبائح والتقديمات قبلها إليك أليك في الفراق مبشيري من ببن ما يسواب أنوت ينوت في اسمار وقوت جي افنوت فيوت بيبان دكراتور آمين في اسمار وقوت جي بفمنو جنيس انشيري إسوس بخريستوس بن شويس آمين في اسمار وقوت جي ببن ما يسواب مبارك ليتون Amen.
زوك سابتري كي او كي اجي او بنماتي كنين كي اي كيستوس ايون استونيون امين هللويا كتب نظماتي صار إن شيء بموتن تطفن بريس ناني ونايتف نوتف يوتن بن شويسو بن نوتو بن سوتيريسوس بخريستو جافرسكي بازيني قون أفر فويسينير ونفارير ونفشوبتنير وففتياس ونفتيت وتين فنتن شاري الطايونوس عن صفقون مارن تير وروف بوس انت فاره اير وخم فايس ووفاي نمني وتير انت بن ونخن هيريني بن جبي بن دكراتور بشوي سبنوتي كيريالي شوي سفنوتي ببندقرا طور فيوتن بن شوي سو بنوتي وبن سوتي ريسوس بإخريستوس نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا أعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة لك أرحم الله أطراف علينا واسمعنا ويعيننا وأكبر من سؤالة وطلبات قديس منهم بالصباح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أننا نمشك الأسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب ارحم من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر نحن يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخافين والظاهرين انزعها عنا عن سائر شعبك عن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو خدام هذا اليوم الشمامس الإكليروس كل الشعب وضعفه يكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فم الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية فم الرسل 12 رسول فم ناظر الله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس معلمنا ديسكورس القديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء القديس كيريلوس القديس يوحنا ذهبين فم القديس كيريلوس القديس باسيليوس القديس أورغوليوس ونفاس 318 مجتمعين بنقية والمائة والخمسين بنية القسطنطينية والمائتين بأفسس فما بين الطباء والبابا المعظم الأنبا تأدروس الثاني والشريك في الخدمة الرسولية ما بين الأسقف المكرم الأنبا يوسف فما حقارتي لأنه بارك ملوء مجدا اسمه القدوس أيها الآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان ظهر الدهور كلها أمين تيس آمين كيتو ابن إغماء آتي إيسو المجمر الزي
مخلصنا قد ولدته وخلصنا وغفر لنا خطايانا هيتني برد بيا انت تسيو توكس سواب ماريا بشوي صار يموتنا نبيكو فولنتين النوفي غي انت بشاش في نقار شيء هيتني يبكي انت نشوي سنيوتي نابوستولوس نمب سبي انتني ما سيتيس ابشوي صار يموتنا نبكو افول انتن النوفي شوي صار يموتنا نبيكو فولنتين النوفي يتني بشي انت بأسلو فروسي مارتي روس ديو ييوس كيري ابنو بأكشو أي صار مطمئن لك إبال أنت النبي هي تني يبكي أنت نعشوي سيني وتيم بطري عرشيس أبرا أمي ساك ياكوب نم بنيو تيم بطري عرشيس بابا بكريلوس بما سوء بشوي صار يموتنا نبيكو فولنتين النوفي يتني بشي انتني ياس قوة بنتي باي ايه قوبي قوة في قوة يتقطع ابراني بشوي ويصار إموتنا نبقى إبال انتين النوبي هيتنو إبكي عرب ونخم بنيوت الطايوت نارشي إرم سبابا آبا تواد روس إبشو ويصار إموتنا نبقى إبال انتين النوبي هيتنو أبشي أري إبقن كن بنيو تطايوتن ذيكي أوت أبو يوسف بإبس كوبوس إبشو أري إهموت نان بيكو إيفول انتين النوفيتين أو أشتمك أو بخريستوس نم بكيوتين أغانسوس نم بيبن وما إصوب جيعك إيك صوتي إمون لينا البورس فصل
باسم لسات معلمنا بولس الرسول العبرانيين بركات على جميعنا امين. اما الايمان فهو الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى، فانه في هذا شهد للقدماء. بالايمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمه الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بالايمان قدم هابيل لله ذبيحه افضل من قايين، فبه شهد له انه بار، اذ شهد الله لقرابينه وبه وان مات يتكلم بعد. بالايمان نقل اخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لان الله نقله، اذ قبل نقله شهد له بانه قد ارضى الله. ولكن بدون ايمان لا يمكن ارضاه، لانه يجب ان الذي ياتي الى الله يؤمن بانه موجود وانه يجازي كل الذين يطلبونه. بالايمان نوح لما وحي اليه عن امور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الايمان. بالايمان ابراهيم لما دعي اطاع ان يخرج الى المكان الذي كان عتيدا ان ياخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم الى اين ياتي. بالايمان تغرب في ارض الموعد كانها غريبه، ساكنا في خيام مع اسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه، لانه كان ينتظر المدينه التي لها الاساسات التي صانعها وبارئها الله. نعمه الله الآب تكون مع جميع اخواتي امين. كاسلكون رساله معلمنا القديس يعقوب الرسول بركته المقدسه تكون معنا امين. ما المنفعة يا أخوتي إن قال أحد أن له إيمانا ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ وأخت عريانين معتازين للقوت اليومي فقال لهم أحدكم امضيا بسلام استدفئا وإشبعا، ولكن لم يعطوهما حاجات الجسد، فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته، لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون. ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل من مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان. وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، والذي يصنع إرادة الله هو يدوم ويثبت إلى الأبد. شيرين ماري أتي أتشرم بي بطري ايه
عرشي بين يوم تس بابا أفكري اللوك بما سوءك اسمارو كالي صوص من بكياتنا صوص من بيبن الماس قوات كياتك توتي امون نايلا الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح قدس بركاتهم تكون معنا آمين. آمين. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا فربي هذا 3 أشهر في بيت أبيه ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسه ابنا فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل وإذ رأى واحدا مظلوما حامي عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري فظن أن إخوته يفهمون أن الله على يديه يعطيهم نجاة وأما هم فلم يفهموا وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون فساقهم إلى السلام قائلا أيها الرجال أنتم إخوة لماذا تظلمون بعضكم بعضا فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا من أقامك رئيسا وقاضيا علينا أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنينا ولما كملت 40 سنة ظهر له الملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر وفيما هو يتقدم يتطلع صار إليه صوت الرب أنا إله إبراهيم إله أبائك إله إبراهيم إله إسحاق وإله يعقوب فارتعد موسى ولم يجسر أن يتطلع فقال له الرب اخلع نعل رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة إني رأيت مشقة شعب الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت لأنقذهم فهلما الآن أرسلك إلى مصر وكلمه الرب وكلمة الرب تنمو وتزداد وتعصي وتسبح كنيسة الله المقدسة آمين. بسم الآب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 28 من شهر مصر المبارك أحسن الله انقضاء وعاده علينا وعليكم ونحن وأنتم في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأسام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما عن إبراهيم فقد ولد في أور الكلدانيين واسم أبيه تارح عابدا للوثن وقد زوج ابنه إبراهيم من سراي سارة ودعا الله إبراهيم لعبادته قائلا اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أنا أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولا عينك ألعنه وتتبارك في جميع قبائل الأرض فخرج وذهب إلى أرض كنعان حيث عاش تحت القيادة المباشرة لله فباركه الله وأعطاه إسحاق من بعد الكبر إذ كان سنه 100 سنة وقد جربه الله حينما قال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى الأرض المورية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك فبكر إبراهيم وأخذ ابنه ليقدمه ذبيحة كأمر الله ولما رأى الله طاعته منعه من ذبح الغلام وقدم له كبشا أصعده محرقة عوضا عنه ولما بلغ من العمر 175 سنة تنيح بسلام أما عن إسحاق فهو ابن إبراهيم وقد ولد بوعد إلهي وكمل في البر والطاعة لله ولأبيه حتى ارتضى أن يوثقه أبوه لتقديمه لله محرقة لذلك دعي ذبيح النية وأصبح رمزا لسيد المسيح الذبيحة الحقيقية لغفران خطايانا وقد قاس إسحاق شدائد كثيرة وتغرب في أرض غريبة ورزقه الله ولدين هما يعقوب وعيسو ولما شاخ إسحاق وضعف بصره طلب أن يبارك عيسو لكن رفقة زوجته كانت تحب يعقوب وأرادت أن يأخذ هو البركة ف
فطبخت له طبيخا يقدمه لأبيه إسحاق على أنه عيسو، فباركه، ولما بلغ من العمر 180 سنة تنيح بسلام. أما عن يعقوب فهو ابن إسحاق ودعاه الله إسرائيل، وقد تغرب يعقوب في أرض حران هربا من أخيه عيسو الذي أراد قتله لأنه أخذ البكورية والبركة. وفي طريقه إلى حران نام وضع رأسه على حجر، ورأى حلما وإذا سلم منصوبا على الأرض ورأسها يمس السماء، وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، وهو ذا الرب واقف عليها. فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض، وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. ولما وصل إلى خاله لابان في حران خدم معه في رعاية الغنم، وزوجه ابنتيه ليئة ورحيل، وأنجب منهما 12 ولدا وبنتا واحدة. وبعد أن عاش في حران 20 عاما رجع إلى أرض كنعان، واشترك هو وأخوه عيسو في دفن أبيهما إسحاق. وحسد بنوه يوسف أخاهم وباعوه لقافلة تجار متجهة إلى مصر. وقد وصل يوسف إلى مركز الرجل الثاني بعد فرعون. وعندما حدثت مجاعة في أرض كنعان جاء بنو يعقوب ليشتروا قمحا، فعرفهم يوسف وطلب منهم إحضار بهم يعقوب، فجاء إلى مصر وعاش فيها بقية حياته في أرض جاثان، وهي محافظة الشرقية حاليا. ولما بلغ من العمر 147 سنة نيح بسلام بعد أن أوصى أولاده أن يدفنوا جسده في مغارة المكفيلة مع أبيه إبراهيم وإسحاق. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبدين، أمين. Agios osios, agios ischiros, agios asanatos o ekbarseno genetis eleison imes. Agios osios, agios ischiros, agios asanatos o stavrotis dimes eleison imes. Agios osios, agios ischiros, agios asanatos o anastasik ton nekron, kian ilson iestos oranos, eleison imes zoxebet. Ρίκε ειώ, κι αγίω πνεύματι, κενίν κι αϊ, και στος αιώνες τόνι, όνον αμήνα γετριές, ελέησον ημές. Σλήλ, ήρνη πάση, και το πνεύμα τί, أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطر تلاميذه القديسين ورسل المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون، ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلباط قديسي. اطلب من أجل الإنجيل المقدس. يا رب ارحم. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نصعدها إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبق فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا. Yeah.
بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلم نمار مرقس البشير بركاته. داود النبي والملك بركاته على جميعنا. الكلمة التي أوصى بها إلى آلاف الأجيال الذي عهد به لإبراهيم وقسمه لإسحاق وأقامه ليعقوب أمرا ولإسرائيل عهدا إلى الأبد. باسم الرب إله القوات. المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وجاء إليه الصدوقيون الذين يقولون ليس قيامة وسألوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا يتزوجها أخوه ويقيم نسلا لأخيه. فكان عندنا سبعة إخوة تزوج الأول امرأة ومات ولم يترك نسلا فتزوجها الثاني ومات ولم يترك هو أيضا نسلا وهكذا الثالث إلى السابع ولم يتركوا نسلا وآخر الكل ماتت المرأة أيضا ففي القيامة لمن منهم تكون زوجتان لأن السبعة اتخذوها زوجتان. فقال لهم يسوع أليس لهذا تضلونا إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم متى قاموا من الأموات لا يتزوجون ولا يتزوجنا بل يصيرون كالملائكة في السماوات. وأما من جهة الأموات إنهم يقومون أفما قرأتم في كتاب موسى كيف خاطبه الله على العليقة قائلا أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس إله أموات بل إله أحياء فأنتم إذن
تضلون كثيرا. Αριβρες βεβιν εριεγονό την σουσιν υπτήρεν τη σε ότο κοσμάρε ασμαβ εμπεν σωτήρεν τευκάν εν νοβιν ανεβόν το βεχήμε πιο εισέρε εγονό βιασλόφορος εμμαρτήρος η αγίος κύρι εμπενούβεν τευκάν εν νοβιν ανεβόν το βεχήμε πιο εισέρε εγονά ισό εισένιότ εμπατρέ αρσίες Αβραάμ Ισάκ Ιακώβεν τευκάν εν νοβιν Γεφές μαρούτεν γεβιώτεν ευχήριν εμπέπ νεύμα εις ουέπ Τιτρία σε γικεβόλ την ουστεμός τεν τι ουνές بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق واحد مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أخطيت يا باخد سامحوني لأجل المسيح شليل إيرني باسي كتب نوماتي سو عال فوق كل أقوى النطق وكل فكر العقل غنى مواهبك يا سيدنا لأن ما أخفيته عن الحكماء والفهماء هذا أعلنته لنا نحن الأطفال الصغار وما اشتهى الملال الأنبياء والملوك أن يروه ولم يروه هذا نعمت به لنا نحن الخطاة لكي نخدمه
ونتطهر من قبله. عندما أقمت لنا تدبير ابنك الواحد والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة، هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد، أما الخروف فروحي والسكين فنطقي غير جسمي، هذه إذن هي الذبيحة التي نقدمها لك. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، طهر شفاهنا، اعتق عقولنا من كل اختلاط مادي، ارسل لنا نعمة روحك القدوس، اجعلنا أهلنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير طرحنا في دينونة من موهبتك غير الماء السمائية، بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرأس، كفوا بخوف ورعدة، وإلى الشرق انظروا فننسى بشفاعة والدة ليلى القديسة مريم. يا رب نعم لنا مغفرة خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا رحمة السلام. ذبيحة التسبيح. أوكريوس مطا كمطا ابن ماتو تسكرديس إخو من برستون كيريو إفخريستيسو من توكيريو أكسيون كزيكي أكسيون كديكيون، أكسيون كديكيون، أليث صغار خن أمتني، أكسيون كديكيون بيتشوب ابني بفشو يسفنو تنتتي مسمي، بيتشوب خاقو إني إني ورتقو ينقورو شائني، بيتشوب خنتي تشو أوسيو اتقشت جنتي بيوت
بإيطف طميو إند بين مبكاهي نمي في يوم نمني إتن خيتو فيوتن بن شويس وبن نوتي وبن سوتريسوس بإخريستوس ضيئتك ثميو ام بتربي بليتوت نئيتو نافر وقون مني اتين اسنافر وقوان بيتهم سيه جم ثرون وسنت بفور بقت قوشت امو بهت دنجو من بيني ثواب كان ثميني انا سيستي بيتو انجيني انجيلوس نمني عرشي انجيلوس نقرشي نكسوسياني ثرونوس نيمي تشويس نيقوم انسان اطولا انتوك غار بيتوهي إراتو ام بكوتي انجاني شروبي مهم ظان نمني سرافيم نابس وانتين ابرهم نسخي من ابل انات كارو ابل موس شروبيم سيوشتم موك نمني سرافيم ستيونا كبوش بولف قويم موج آجيوس آجيوس كيريوس صابوت بليريس أورانوس كيجيتس آجيوس Sozo oxi agios agios قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم وعندما فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء
القديسة مريم. آمين. تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص. أنعم لنا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا طهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا، نازل إلى الجحيم من قبل الصليب. حقا في اليوم الثالث صعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، رسم يوما للمجازى هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكون بالعدل، يعطي كل واحد كنحو أعماله. كرحمتك يا رب وليس كخطايا، الذي للتقوى، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس، الطوباويتين المحييتين، نؤمن أن هذا هو بالحقيقة. نظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أباه وسيد كل أحد وشكر. آمين. وباركه. آمين. وقدسه. آمين. نؤمن ونعترف ونمجد. وقسمه أعطاه لتلاميذ القديسين ورسل المكرمين قائلا، خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، الذي يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة يا هكذا الكأس أيضا بعد العشاء مزجها من خمر وماء وشكر. آمين. وباركها. آمين. وقدسها. آمين. وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد. وذاق وأعطاها أيضا لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا، خذوا اشربوا منها كلكم،
لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكرين. هذا هو أيضا بالحقيقة آمين. لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي، تعترفون بقيامتي، تذكروني لأن أجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نباشر، وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف. نسبحك نباركك نشكرك يا رب، ونتضرع إليك يا إله. ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى ألامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب، وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا، نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال في كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعد. نسبحك نباركك نخدمك يا رب، ونسجد لك. آمين. وهذا الخبز يجعل جسدا مقدسا له. وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له. وأيضا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. لأننا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية. يا رب ارحم. هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ولنذكر يا رب بطريركنا الآب المكرم رئيس الأساقف البابا الأنبا تودروس الثاني وأخوي الروحيين ماري غنات سفرايم الثاني بطريرك أنطاكيا، وأبونا أنطونيوس الأول بطريرك أريتريا وشريك في الخدمة الرسولية، بين الأسقف المكرم الأنبا يوسف. الله
سيدنا البابا أنبا تدرس الثاني بابا وبطريرك ورئيس ساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخويه روحي عين مارغنات يوسف رام الثاني بطريرك أنطاكيا وأبونا أنطونيوس البطريرك إريتيا وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم أنبا يوسف وسائر ساقفاتنا الأرثوذكسيين يا رب ارحم الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة انعم بهم على كنيستك المقدسة رعون قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة صلوا من أجل كنيسة الشمس والدكنين والسبع طغمات كنيسة الله يا رب ارحم وكل الخدام وكل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله الاب ضابط الكون اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع كل ديرة ابائنا الارثوذكسيين ولا كريم وجزير ولا طيورا يا رب ارحم والساكنين فيها بإيمان الله تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها وانصوت مياه النهر في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلى هنا ويصعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض ويعوننا نحن البشر ويعطي النجاة للبهائم ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اصعدها كمقدارها كنعمتك فرح وجه الارض ليروح حرثها ولتكثر اثمارها اعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك اكليل السنه بصلاحك من اجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عن الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما استكون لنا نحن أيضا الكفاية في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم اشكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء صلوا من أجل هذه الكرب المقدسة كلمة واضحة أنا والذين قدموا يا رب لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك تفضل يا رب أن تسكب جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد آبائنا الأطهار وسالبا والأنبياء والرسل البشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكدر والصديقين الذين كملوا في الإيمان
وبالأكثر القديس المملوء مجدنا أدرى كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة قديس يوحنا الصادق والشيخ القديس فانوس رئيس شمامسة وأول الشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطار والشهيد بطر القديس سويرس معلمنا ديسكوروس القديس صنسوس الرسول والقديس بطر الشهيد الطار رئيس الكاهنة قديس يوحنا ذا بالفم القديس ثودوسوس القديس وفيلوس القديس ديمتريوس القديس كيريلس القديس باسيليوس القديس وروس ناطق بلايات والقديس روليوس صانع العقاء والقديس روليوس الأرماني والثلثمائة وثمانية عشر مجتمعين بنقيا والمائة وخمسين بديد قسطنطينية والمائتين بأفس وسبان الصديق العظيم أبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا والسلاسة بمقرات القديسين جميع أولادهم لباس الصليب أبان أنبا يونس القموس أبان أنبا بشوي البار رجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعيا لينا فليقولوا أسماء أبائنا البطاركة القديسين الذين رقدوا الربنا يحنفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا اربو اسمو ايسو ابشو بين من امين زوك ساسي كيري كيري ليسون كيري ليسون كيري افلوغيسون كيري انا بابسون امين كتشنو افسيشي ما انتنو اوخن بي براديسوس انت ابونو فخنت خورا انت نيتون خشايني خن ياروساليم انت تبخن بمعت امعف آنون دهون خنيت أوين رمين جورو إليم بايماري إيرون خين بك نهتي أريمتنان إنتك هريني شا Again, yes, again.
إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك ما يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس ريني باسي كتب نغماتي أيضا فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأن جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعاد أسراره الإلهية غير المائتة الجسد المقدس نسجد لجسدك الذي لمسيحه الضابط الكل الرب إلينا آمين آمين يا رب كتب نغماتي يا حمل الله الذي بأوجاعك حملت خطايا العالم بتحننك امحو اثامنا يا وحيد الله الذي بدمك طهرت ادناس المسكونه بمراحمك طهر ادناس نفوسنا يا مسيح الله الذي بموتك قتلت الموتى الذي قتل الجميع بقوتك أقم ميتوتة نفوسنا يا قابل القرابين
الذي بدلا عن الخطى قدمت ذاتك، اقبل توبتنا نحن الخطى. كيريا ليسون، كيريا ليسون، يا رب ارحم. لأننا بدون ده، لأننا بدون دالة تقدمنا إلى حضرتك قارعين باب تعطفك، فهب لنا يا غنيا بالمراحم البرء من كنوز أدويتك، اشفي أيها الرؤوف نفوسنا الشقية بمراهم أسرارك المحية، طهر أجسامنا اغسلنا من أسامنا، اجعلنا أهلا لحلول روحك الطاهر في نفوسنا. أنر عقولنا لنعاين سبحك، نقي أفكارنا واخلطنا بمجدك، نقي أفكارنا واخلطنا بمجدك، حبك أنزلك إلى هبوطنا، نعمتك تصعدنا إلى علوك، تحننك غصبك وتجسمت بلحمنا، أظهرت استطارك للعيان، اظهر في نفوس عبيدك مجد أسرارك المحيي. كيريا ليسون، كيريا ليسون، عند إصعاد الذبيحة على المذبح تضمحل الخطية من أعضائنا بنعمتك، عند نزول مجدك على أسرارك ترتفع عقولنا لمشاهدة جلالك، عند استحالة الخبز والخمر إلى جسدك ودمك تتحول نفوسنا إلى مشاركة مجدك، وتتحد نفوسنا بألوهيتك. اخلق فينا يا ربنا وإلهنا قلبا طاهرا، واسكن روحك في باطننا. كيريا ليسون، كيريا ليسون، يا رب ارحم.
حواسنا بقوتك، صيرنا أهلا لموهبتك، من كاس دمك نشرب، أعطنا مذاقة روحية لنستطعم ذاقة أسرارك المحيية. نتقدم إلى حضرتك واثقين برحمتك، وأنت تحل داخلنا بالمحبة. إلا املأنا من خوفك والهب قلوبنا بشوقك، القي فينا نعمتك، طهر حواسنا برحمتك، هب لنا دموعا نقية واغسلنا من دناس الخطية. كيريا ليسون، كيريا ليسون، صيرنا هيكلا مقدسا لحلولك، وأواني مطهرة لقبولك، لكي بذوق لحمك نؤهل لذوق نعمتك، وبشرب دمك نؤهل لحلاوة محبتك. وهبت لنا أن نأكل لحمك علانية، أهلنا للاتحاد بك خفية، وهبت لنا أن نشرب كأس دمك ظاهرا، أهلنا أن نمتزج بطهارتك سرا. وكما أنك واحد في أبيك وروحك القدوس، نتحد نحن بك وأنت فينا، ويكمل قولك ويكون الجميع واحدا فينا، لكي بدالة ندعو الله أباك أبا لنا، ونقول بصوت جهور أبانا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. خم بيا خريستوس إيسوس بي Amen.
يرني باسي كتب نعمتي إيسو. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها. امين. كرياليسون 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 طاقتيسا اجيس فلوجيتوس كينيوس يسوس خريستوس يوثي وجاسموس ابن ماجيون. امين. بناجيوس بتيري سو بناجيوس يوس انتو بناجيون ابن ما. آمين. إيرني باسي كيتو بنعمتي إيسو سوما جيون كيما تيميون ليثنون إيسو خريستو تويو تثيقو إيمون. أمين. يسوع خريستو تويتو ثيو ايمون. امين. عمانويل إلى هنا هذا هو بالحقيقة. آمين. حقا اعترفوا إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا سيدتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم. جعله واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير طرف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحده عنا كلنا بالحقيقة ومن ان له تدم يفارق ناسوته ولعظة واحدة ولا طرفة عين وطع عنا خلاصا فرانا للخطايا حياة ابدية لمن يتناول منه ومن 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 أن هذا هو بالحقيقة. أمين. 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 أن هذا هو بالحقيقة. أمين. طلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أذكرونا. في بان ترى سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد صارخين قائلين هللويا وصلوا لأجل التناول باستحقاق
من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم. زوك ساسي كيري زوك ساسي باسم الرب مبارك الاتي باسم الرب او 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 اي 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 افنو اوتي خروج سيزمو
اسمه إيروف خنان كيم فالون إنسيتو اسمي تيرو فران ميبشويس بنوتي يسبح الله في جميع قدسي سبحوا في جلد قوتي كسرات عظمته سبحوه بصوت البوق سبحوا بمزمار وقيصار سبحوا بدفوف وصفوا سبحوا بأوتار وأرغون سبحوا بسموك حسنات الصوت سبحوا بسنوجين تليل كل اسم فلتسبح اسم الرب إلهنا الليلويا أزوك سبتري كيو كي عاقيو ابني تيكنين كآئي كإستوس إعوناستون إعونون آمين الليلويا سيمون
طيب يالليلويا إيسوس بخريستوس بشيري ام فنوتي صوت ميرونو ناينا انجفز مارو تنجفيوت نم بشيري نم بي نغمى إيسو أبتي تريك إتجيك فولتن أشتم مستمتي أونس اسمعوا يا شعب المسيح وتفهموا بعقل راجيع وصيحوا بلسان فصيح المسيح أنعم لنا بالخلاص أشكر فضله وإحسانه لأنه أعطانا جزيل أنعم وأنعم علينا بأسرار المسيح أنعم لنا بالخلاص برادته الإلهية وحكمته أدعنا وياه أوهب لنا أسرار خفية المسيح أنعم لنا بالخلاص تشتهي الملائكة النورانية أن تنظر هذه العطية التي أنعم بها للبشر يا المسيح أنعم لنا بالخلاص يدع علينا بالغفران وكسر عنا فخ الشيطان وأعطانا جسده قربان المسيح أنعم لنا بالخلاص يا ملاك هذا الصعيد الطاهر الروح بهذه التسبيحة اذكرنا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة من الليل ويا نكسابتري كيوكي أجي بنظماتي كينين كاي Eonaston eonona mintinoshe volingoem mozio ben shois isos bie Christos monimoe me fiaro marebek nainem tekerini oen soptem bekleos sotiem mono nainan kirieleison kirie flogison amin smoeroi smoeroi stimitan ekonie volgoem bie esmo أمين سشوبي ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير
بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. حبة الله الآب، نعمة الإبن الوحيد، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بالسلام. سلام الرب معكم ومع روحك أيضا. كنت عليك شوي بس ربنا عادك كل خير. خدنا بركتك النهارده مش عارف دي كل بس مش كده.